حيت اب تي في ديما كتهتم بالسينما. المهم اليوم مشينا للسينما ايدين كلوب نديرو التغطيه للعرض ما قبل الاول الفيلم القصير ليلى، وكان المخرج ياسين غازي في استقبالنا. اب تي في مرحبا بكم في لافون بخومي ديال الكورميتراج ديالي ليلى. شكرا على الترحيب، ودابا نمشيو نقلبوا على القاعه ديال العرض ونشوفوا شنو موجدين لينا. او الدنيا عامره، ودابا غيقدموا لنا فيديو نتعرفوا فيه على الباركور ديال المخرج. سوني أستاذ في أول حصة شنو باغي تولي؟ قلت لي مخرج بلا ما نفكر. أنا اليوم جاي نقدم لكم فيلم جديد ليلى. المهم دابا أجي نتعرفوا على القصة ديال ليلى. الفيلم غيبدأ دابا. الناس كيبان لي عجبهم الفيلم، ودابا نمشيو نشوفوا الممثلين شنو غيقولوا لنا على ليلى. وتبارك الله على الصحفيين ديما دايرين خدمتهم. المهم نمشيو نبداو بليلى هي الاولى. الدور صراحه كان صعيب ولكن زوين بزاف. علاش؟ حيت في الحياه ديالي ديجا حيد رجلي، يعني دزت بزاف ديال الحوايج قريبا بحال الفيلم. التجربه كانت غزاله وفرحانه، وكنبغي نشكر مخرج الفيلم ياسين الغازي اللي عطاني فرصه باش نقدر نكون بطله ديال هذا الفيلم، يعني ثق فيا. كنبغي نشكره بزاف، وكنشكر كاع الناس اللي حضروا. شكرا. الدور ديالي في فيلم ليلى هو الام ديال الشاب اللي غيتقدم الخطبه ديال كوثر اللي هي ليلى في الفيلم. كنتكلموا على الناس اللي منافقين، الناس اللي تيحقروا الاخر. انا عجبني الميساج اللي عطى اليوم ياسين غازي في هذا الفيلم، اننا خصنا نبدلوا من الاخلاق ديالنا اللي فسدات كما كنقولوا. ما بقيناش على الاخلاق الكريمه، نعتبروا الاخر بحالنا مهما تكون الحاله ديالو. وكنتمنى هذه الرساله توصل للناس. الدور ديال اخ ليلى اللي كيعيش واحد الحنان بين الاسره، كتكون بين الام والاب والاخت، كتكون علاقه بين الاخ والاخت، كتكون واحد العلاقه زوينه بغينا نبينوها في هذا الفيلم. ودابا نمشيو نسولو المخرج كيفاش وجد الفيلم. فيلم ليلى فيلم اللي كان من انتاج شخصي، ما كانت مورا نتيجه، الحمد لله بتوفيق الله والدعم ديال اصدقاء الفنانين والتقنيين قدرنا نخرجوا هذا الفيلم اللي كان مجرد فكره وخرجنا الواقع. فيلم تصور في جونفي 2020 قبل كورونا، يلا كتب يخرج نظرا لي بزاف الظروف من كورونا وبزاف الحوايج. احساس ديالي كان عشان مخلط مع البكاء مع الفرحه، فرحان بزاف ومستريسي، ولكن الفوش الرياكشن ديال الناس عجبهم داكشي، صافي فرحت بزاف لانه كنت مش حالي كنحلم انه ندير هادشي، والحمد لله تحقق ليا. الحضور كان كثير اليوم من صحفيين وفنانين وحتى العائله اللي دائما كتكون هي المساند الاول. المهم خدينا دابا التصريحات، الحضور بدا كيخرج. السينما خوات والباب حتى هو تسد. نتلاقاو في التغطيه الجايه. باي باي. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.